اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا نوصل للحسين ويا الزائرين يوم الأربعين اللهم ارزقنا نوصل للحسين ويا الزائرين يوم الأربعين رفت علمها المشاية وبين جهاد المشيين انظرها راية صفراية مرفوعة شيع لشيع مثل النواريس أحبابك سرب بسريب تمشي لك نيتها توصل لأعتابك وبعتبتك تتوسلك كل راية تتمنى توصلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المصيبة العظيمة والفاجعة الأليمة، ذكرى استشهاد سيدي ومولاي أبي الأحرار وسيد الثوار المولى أبي عبد الله الحسين، وأيام 40 المولى أبي عبد الله الحسين. اللسان عاجز أخواني عن وصف هذه الصور الرائعة اللي جاي نشوفها حاليا في العراق وفي البصرة تحديدا وقضاء المدينة تحديدا. يا أخوان المؤمنين في البصرة واقفين وقفة ما تنوصف لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين. البيوت مفتوحة، المواكب مفتوحة، خيرات الله كلها موجودة. سبحان الله، ما هذا العطاء يا حسين، ما هذه العظمة يا حسين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. متواصل معكم أيها الكرام، وأنا أتشرف أن أكون بين الزائرين الكرام في هذه الأيام المباركة لكي أقوم بخدمة بسيطة للزوار الكرام، وهي أن أنقل صوت الزوار عبر هذه القناة المباركة، قناة الإمام المهدي الفضائي. ابقوا معنا، وهذه التغطية من مدينة البصرة وقضاء المدينة. ويا الزائرين يوم الأربعين اللهم ارزقنا نوصل للحسين ويا الزائرين يوم الأربعين خطوة نمشيها بدربك نتقرب رحمتك شفنا حنان الله بقلبك حنيتك بخدمتك أنت أميري وحبيبي يا سيدي نعم الأمير أنت جراحي وطبيبي أنا بسجن حبك أسير يمك أحب عاقبة المصير يا سيدي بحبك أستجير وين ألقى بهالوجود واحد بي أجود عايش بالخلود وين مثلك ما يعود نوفي لك عهود نفزع لك جنود يوم الأربعين اللهم ارزقنا نوصل للحسين ويا الزائرين يوم الأربعين اللهم ارزقنا نوصل للحسين ويا الزائرين متواصلين معكم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وهذه التغطية المسجلة من مدينة البصرة. البصرة وما أدراك ما البصرة، جميع خدام الحسين في البصرة مجندين هذه الأيام لخدمة زوار سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين. معنا أيضا أحد النماذج أو إحدى النماذج المشرفة من الزينبيات الفاطميات الحسينيات الأخت العزيزة أم حوراء. السلام عليكم، عظم الله أجركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على زينب عقيلة الطالبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بيك والله يحفظك إن شاء الله. أختي أم حوراء، شنو الخدمات اللي تقدمونها لزوار سيد الشهداء في هذا المكان المبارك؟ بالبداية يعني مثل ما تقول أفضل الأكلات اللي موجودة نقدمها الزوار أبا عبد الله الحسين، 3 وجبات باليوم والفضل لله رب العالمين، مستمرين وياهم 24 ساعة، يعني النوم قليل قليل، لأن يعني هذه مثل ما تقول موسم، فنحتاج يعني إنه شفاعة أبا عبد الله في الدنيا والآخرة هي السبيل الوحيد لكل إنسان مؤمن ملتزم بعقيدة الله، ونرجو من كل إنسان يعني إنه يبذل كل ما عنده فضل محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. الله بارك الله بك. أم حوراء أخويا، هذا طريق الحسين وإحنا جايين نشوف زوار وزائرات، شنو النصيحة اللي تقدمينها للزوار والزائرات؟ شنو الهدف من هاي الزيارة؟ شنو الهدف بالضبط من خروج السيدة زينب سلام الله عليها وثورة السيدة زينب، ثورة الحسين اللي أكملتها السيدة زينب؟ لإصلاح أمة جدي رسول الله. أتمنى من كل إنسان مؤمن بعقيدة الله أنه يتمسك بدين محمد وآل بيت محمد، لأن هم الوصلون لرب العالمين، ولذلك الله سبحانه وتعالى رزقنا محبة الإمام الحسين سلام الله عليه، ضحى من أجل الإسلام، من أجل الأمة، من أجل كل شريف غيور في هذه الدنيا، ونتمنى من الله أن يوفق الجميع لخدمة أبا عبد الله أكثر فأكثر، حتى يكونوا أناسا متكاتفين على الرحمة والأخوة والإنسانية. نصيحتك للزائرات اللي طالعين عايفين بيوتهم، مخصوصا للزائرات بما أنه أنت امرأة مثلهن، شنو النصيحة اللي تقدمينها لهم؟ أن يغتدين بسيدتي ومولاتي زينب سلام الله عليها، وأن يربن أولادهن على محبة أمير المؤمنين، وأن يكون قدوة لكل من كان ويكون، ويبذلن ما في وسعهن لبركة محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. ونتمنى من الله العلي القدير أن يحفظ العراق والعراقيين وكل من خدم محمد وآل بيت محمد. آمين يا رب العالمين. طيب الله أنفاسك وبارك الله بيك، ولا تنسينا فاضل دعائك، أنت جاي تخدمين الحسين أحسن من عندنا. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب، يحفظ الكادر، يحفظ القناة، يحفظ كل إنسان سعب هذا اللقاء إن شاء الله، ويحفظ الأخوة المشاركين بموكب بطلة كربلاء الحوراء زينب سلام الله عليها. الله يسلمكم ويحفظكم رب العالمين، شكرا جزيلا، الله يحفظك. شفنا حنانا الله بقلبك حنيتك بخدمتك، أنت أميري وحبيبي يا سيدي نعم الأمير، أنت جراحي وطبيبي أنا بسجن حبك أسير، يمك أحب عاقبة المصير يا سيدي بحبك أستجير، وين ألقى بهالوجود واحد بي أجود عايش بالخلود. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وهذه التغطية من مدينة البصرة قضاء المدينة وخدام زوار أبي عبد الله الحسين سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باسم حضرتك من السيد أيوب البطاط، خادم زوار جده الحسين عليه السلام. نخدم الزوار كل سنة وكل عام، شي يريد الزائر احنا بخدمته، منين ما يجي الزائر من البصرة من أي مكان احنا بخدمته، شي يريد الزائر كل شي موجود، كل شيء. هاي الصفرة صفرة الإمام الحسين ممدودة من أول البصرة إلى كربلاء، شي يريد الزائر احنا بخدمة الزائر. هنيئا للجميع إن شاء الله، ونعجي صاحب العصر والزمان بمصيبة جده الحسين عليه السلام، إن هاي مصيبة كبرى وعظيمة التي نزلت، ونعجي المراجع الكرام العظام وعلى رأسهم السيد سماحة السيد علي السيستاني الحسيني أدام الله ظله الشريف، واحنا بخدمة الزوار. شير الزائر سيدنا بهاي وقفتك ما شاء الله أمام الشباب هذولي ومتحزم بحزام الخدمة ما شاء الله، هاي شنو بيدك؟ هاي بيدي هاي إقامة، اي هاي ألم بيها زوار جدي الحسين، أسوي لهم ماهيس ياكلون، أنا بخدمتهم
يشردون بخدمتهم، خادم لتراب رجليهم، خادم النعلهم. هاي سيدنا شنو تستخدمها شلون بالله؟ هاي نستخدمها يعني من نطبر بيها، نطبر بيها نقول حيدر حيدر حيدر، نطبر بالتطبير. اي جايبها شنو؟ تلم بيها زوار؟ ها تلم بيها زوار. بلكت الله واحد يخاف، بلكت الله واحد يخاف ويجي ياكل علينا ويجي ياكل. احنا بخدمة الزوار، بخدمتهم. سفرتنا ممدودة منا لمن الآخر زاير، أو رقباً على الدواعش. هاي الدواعش الذي ماكو شقد ذبحت من عندنا، شقد أرادت تمنعنا ما قدرت، تطلع أجيال وأجيال 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 خدمة الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله القامة تستخدمها بجيش الإمام المهدي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بجيش الإمام المهدي، وإحنا جنود الإمام المهدي، كل الخدام جنود الإمام المهدي إن شاء الله الجميع. هواي زوار جاء يشوفونا، أنا دائماً أعيد هاي الكلمة لأن قلبهم موجر. الزوار اللي من خارج العراق اللي ما قدروا يجون هذا العام، شو توجه لهم رسالة؟ أوجه لهم رسالة، أقول لهم زيارتكم مقبولة إن شاء الله بجاه جد الحسين، لهم الأعمال بالنيات، لأن هم نووا يجون ما خلوهم يجون، الزيارة مالتهم مسجلة. أنا سمعت خادم من الخدام طاف عليه الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين يفتر على الخدام، أو حبيب ابن مظاهر حامل الراية وحامل السجل يمشي مع الزوار الحسين يسجل بيها. يعني هنيئا الزوار جد الحسين عليه السلام، وإحنا بخدمة زوار جد الحسين. منين ما أجوا يطلعون من جو الماء إحنا بخدمتهم، ينزلون علينا من السماء إحنا بخدمة الزوار، بخدمتهم. حس سيد أريدك تسمعنا في التلبية للحسين والشباب يساعدونك، والما يحكي شو نسوي له؟ نقطع رأسه بالقهوة. نحن نقول من هذا المكان، نقول لبيك لبيك يا حسين، لبيك لبيك يا حسين، لبيك لبيك يا حسين، لبيك لبيك يا زهراء، لبيك لبيك يا زهراء، لبيك لبيك يا زهراء. طيب الله انفاسك سيدنا، بارك الله بك. احبائي المشاهدين، انا شويه داعبت السيد بابتسامه لانه نشوف من هاي المناظر ترى عفويه تطلع، يعني يقول للزائر اذا ما تتغدى يمي ترى اضربك، او يعني هي عفويه، هو يريد الزائر يجي يمه على مود خدمه، على مود يتبرك باقدامه، يتبرك بوجود الزائر، هذا هو الهدف. والا هذا كله كلامنا مسحه كان مع السيد الله يحفظه ويرعاه، ونسال الله بحق الحسين بكرامه الحسين العوده لجميع خدام الحسين ان شاء الله. ويبقى النداء الى اخر نفس، لبيك يا حسين. اخلص حياتي بزيارتك، آه يا محلى الاجل، يمك لو صلاح عندي هالامل، الحب انشتل اتمنى بعجل، يمك بس اصال يوم الاربعين. نوصل للحسين ويا الزائرين يوم الاربعين، اللهم ارزقنا نوصل للحسين ويا الزائرين. إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وهذه التغطية من مدينة البصرة وقضاء المدينة، وخدام الحسين، خدام زوار أبي عبد الله الحسين اللي ما مقصرين في خدمة الزوار. السلام عليكم، عظم الله أجركم. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حقيقة خدمة زوار الإمام الحسين خدمة يعني مو جديدة، أزلية وفيها مدد إلهي. احنا موكب سيد الاحرار الساده البطاط واهالي بغريب، هذا الموكب تقريبا صار له 12 سنه احنا نخدم بهذا الطريق اللي هي منطقه السوره عمود رقم 100. حقيقه نتشرف بخدمه زوار ابي عبد الله الحسين، وهذه الخدمه شرف انه، ومهما يكون انه داعش او غير داعش يريد يطمس هذه الشعيره فما يستطيع، فاحنا ان شاء الله مستمرين على هذه الشعيره، واحنا من خدام اهل البيت
ونعاهد مراجعنا العظام ونعاهد الزائرين الحسين انه احنا نبقى على العهد، واحنا هذه الشعيره ان شاء الله تبقى مستمره. وبيك انا نسيت اتعرف على اسم حضرتك. انا ابو حيدر، ابو حيدر المنصوري. الله يخليك ابو حيدر. اكو وباء وهسه جاي اشوف الواقفين واللي جاي يمشون واللي داير ما دوارنا واحنا ما لابسين كمامات، شنو السر بهذا؟ والله انه الاجراء الاحترازي هو واجب حقيقه، لكن احنا يعني مشيئه الله وانه بركه الامام الحسين ان شاء الله ما يمسنا هذا الوباء. والله الاجراء الاحترازي هو واجب كما عقيدتنا ان شاء الله انه بالحسين، ان شاء الله هو اكبر مستشفى الامام الحسين. الله الله يسلمك. الدعاء دعاء ان شاء الله لرفع الوباء للسنه القادمه، ان شاء الله نكون مرتاحين من هذا الشيء. نسال الله ورسوله وبجاه زوار الامام الحسين انه يرفع هذا الوباء باقل ما يكون وباقرب فرصه، وان شاء الله احنا يعني هاي نيتنا ونيه كل الناس الشرفاء، وخدمه الامام الحسين تبقى مستمره الى ابد الابدين. الله يحفظك ويسلمك على الخدمه هاي. الله يستر عليكم. الله يبيكم. الله يعطيكم الصحه والعافيه. يعجبني اسمع في التلبية من عندكم ان شاء الله يوصل صوتكم الى كربلاء من هالمقام. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. كلمة أخيرة تحب تقول؟ والله أحب أنوه لجميع الأخوة الزائرين أنه يتحلون بأخلاق أهل البيت ووصايا الإمام الصادق سلام الله عليه وبقية الأئمة، أن الحسين قدوة لكل الناس، مو بس لشيعة أمير المؤمنين أو لكل العالم، والحسين صرخة بوجه كل الطغاة والظالمين، والحسين كلمة يعني كلمة بعيدة المدى. نسأل الله ورسوله أن يوفق جميع الزائرين ويوفقنا لخدمة الحسين. الله يخليك. مبارك الله بكم وأشكركم جزيلا. كل حمودي ينادي يا هل بأولادي يلقي قطعت الوادي، يلقي قطعت الوادي، شوفت ابن الهادي، شوفت ابن الهادي، في القلوب نداه بمعتقدي مستقيم صراط إلى الأبد. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، أتشرف بالوقوف مع خادم الحسين العزيز الإعلامي أبو ثائر المنصوري اللي فتح لنا قلبه حقيقة في المدينة، وجزاه الله خير الجزاء، هو وكامرته ووقفته مجند روحه لخدمة الإمام المهدي وقناة الإمام المهدي في هذه الأيام المباركة. حياك الله عمي أبو ثائر، شرفت بمعرفتك والله يبارك فيك وعظم الله أجرك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على جبل الصبر زينب ورحمة الله وبركاته. حقيقة هذه المشاهد التي أمامكم يعني فت حدث لا يوصف حقيقة، لأنه ناس بدون أمور، بدون أحد وجه لهم فتشي، أحد آمرهم، يمشون من الفاو إلى كربلاء. ليش؟ حباً بالحسين، حباً بالعقيدة. زين؟ فإحنا سائرون إن شاء الله بهذا الطريق وخادمون للزوار والإمام الحسين عليه الله يحفظكم. الله يحفظكم. بس خلي نعرف السادة المشاهدين إنه عمي أبو ثائر يقعد الفجر يروح يتسوق وبعدين يروح يطبخ وبعدين ينام له شوية وبعدين يجي وياي أنا استلمهم لليل. الله يبارك فيك ويرعاك ويحفظك ان شاء الله. هنيئا. شرف وبركه ان شاء الله. وعندي كلمه اريد اقولها للي منعوا من الزياره بسبب الوباء. اطمئنوا ان شاء الله الخير قادم ان شاء الله. ان شاء الله هاي حسره في قلوبنا انه ما نشوفكم ويانا. واسال الله والامام الحسين والزهراء انه تنهي هذا الوباء وتجون تزورون الامام الحسين. وهاي ان شاء الله دعاء كل العراقيين. انه يجون اخواننا الايرانيين، الكويتيين، السعوديين، اي مكان يجون، الباكستانيين يجون يزورون الامام الحسين. شلون احنا متلهفين لزياره الامام الحسين وخدمتهم، ان شاء الله يجون ويزورون ان شاء الله. ان شاء الله هم نزور نيابه عنهم حد ما نتمكن ونمشي لهم خطوات. والله ارحم الراحمين ان شاء الله. الله يحفظك. يا عمي ابو ثائر بارك الله بيك، انا بالنيابه عن جميع كوادرنا المباركه واداره قناه الامام المهدي الفضائيه اشكرك على وقفتك الرجوليه وياي اذا صحت العباره، وحقيقه ما شفت من عندك اي تقصير، وجه مبتسم،
ورجل جاي تخدم الإمام الحسين، فإن شاء الله اسمك مسجل مع أنصار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والشكر هو موصول لك إن شاء الله من صاحب القناة الإمام المهدي إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله ربي ويديمكم. أبو زيدون هم يريد أهلا وسهلا، حياكم الله، أجرنا وأجركم إن شاء الله، يا أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. والله أنا حد خدام الإمام الحسين هنا بالخدمة موقف سيد الأحرار، جاي نقدم خدمات توزيع الماء والأكل والنظافة، ونرشد الناس الزوار تكون يتقيدون بالسيدة زينب والإمام الحسين، وإن شاء الله كلنا على هذا الطريق. وهيهات من الذلة، قالها الإمام الحسين، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. وأهلا وسهلا بكم، وشرفتونا بقضاء المدينة، ونخليكم على الرأس ونبقى خدام إلى يوم ظهور الإمام المهدي إن شاء الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. اهلا وسهلا وشرفتونا، يا اهلا الله بكم يا خدام الحسين، وما قصرتوا وجزاكم الله خير جزاء. احبائي المشاهدين، قدر المستطاع احاول انه استمر وياكم، الجو قاعد يظلم، راح نستمر ان شاء الله بتغطيتنا في خدمه زوار ابي عبد الله الحسين عليه افضل الصلاه وازكى السلام. من اجيتك بسلامي، بس شفتك انت السلام، لو موت يمك